فاجأت ردة فعل الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على ما فعله زوجها المتابعين. يوم أمس صادف عيد ميلاد إلهام، وللمناسبة كان زوجها شاب جوهر قد أعد العديد من المفاجآت والهدايا، لكن الصدمة كانت في تلقي إلهام لهذه الأمور. إلهام وثقت عبر حسابها في سناب شات كل تفصيل منذ دخولها أحد الأجنحة الفخمة في فندق ما. بحسب ما يبدو أن شاب قد حجزه للمناسبة وجهزه بالورود الحمراء والبيضاء بكل رومانسية، بالإضافة للهدايا الباهظة الثمن من علامات تجارية عالمية وقوالب الحلوى التي كتب عليها Happy Birthday My Love إلهام. إلا أن إلهام لم تحتمل كل هذا الاهتمام والمفاجآت، ما جعلها تصرخ وتعبر بطريقة غريبة، وذلك خلال قولها للمتابعين: هذا كله هو مشغول بالتصوير كل يوم، كيف لو مي مشغول؟ ما شاء الله تينن تينن ما شاء الله تينن. شو سويت؟ قالوا بالدنيا شو مسوي؟ ضبطت الدنيا، وصلت الدنيا عشان وصلت لي عيال بحباني عشان بس يقول لي طلع من شهر. طالبها لي عشان من شهر. الوكيل إذن مفاجأة إلهام كانت كبيرة بما فعله شاب لأجلها في عيد ميلادها، والذي عبر عن حبه لها حتى على رمال البحر، حيث اصطحبها أيضا في رحلة بحرية لكسر خوفها من الماء، وظهر معا في أحد الألعاب المائية والأمواج تتقاذفهم. بعض المتابعين تمنوا لإلهام الفضالة أمنيات طيبة في عيدها ودوام الحب بينها وبين شاب، فيما رأى البعض الآخر أنه لا داعي لتصوير غرفة النوم في الفندق وما حضره شاب لها، فهذه خصوصيات بين الزوجين إلا إذا كان الغرض إغاظة أزواجهم السابقين. إننا ذاهبان إلى رحلة في البحر. يلا مع السلامة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. تخاف في البحر؟ خلصت من الفوبيا ولا لا؟ ها؟ شوف دابنك مدهشة داخل الماي عادي. ها يعني مو لش أنا وياك. أنط وخليك. أنط وخليك. لا 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 لا. أنت بريوني شو تطلب؟ نص البحر. أي يما. يلا. أقسم بالله. اي صح كنا تيار. صوري عجيب. صاير كنا تيار جوا. اللي جاي يمشي يروح وين؟ هذا انا مسوي عشان تصير ريل ممر البحر. والله وناسه هني. سلامك هذا من وين قاعي سبحان الله؟ من وين قاعي؟ تحت الارض. سبحان الله صدق شوفه. انه بحر. من وين قاعي؟ تحت الارض كله دفن. شوف شلون يمشي الماء. يمشي صدق من وين قاعد؟ هذا دفان. والدليل على ذلك شوفه
وهذيك البيت هذا. ايه دفان. شوف شلون الماي هني من وين قاعد يطلع؟ من نيرم من الارض. شوف بلش من هني.